مساء الخير. أولها إسرائيل وآخرها تركيا. 12 قناة أجنبية ناطقة باللغة العربية لحد الآن. ومن ضمنها حجز الخمسة الكبار في مجلس الأمن أماكن لهم في الفضاء العربي. فما هي حقيقة هذه الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية؟ هل نجحت في خطف المشاهد العربي؟ هل تشكل رأس حربة لسياسات دولها؟ وهل سر استمرارها يكمن في نسب المشاهدة أم ربما مرتبط بأجندات تتخطى أي اعتبار؟ هذه الأسئلة وغيرها سيسعدني أن أطرحها على ضيوفي في هذه الجلسة. بالتأكيد سيكون للجمهور مشاركات في هذه الجلسة. أولاً أرحب بألكسندر نازاروف نائب مدير قناة روسيا اليوم، أهلاً بك. أيضاً أرحب بكليتون سويشر الصحفي في الجزيرة إنجلش، أهلاً بك. وأيضاً يسعدني أن أرحب بناهدة نكد مديرة القسم العربي في فرانس 24 ومديرة إذاعة مونتي كارلو الدولية. أيضاً أرحب بعاطف الموسوي المشرف على مكتب قناة العالم الإيرانية في بيروت، أهلاً بك. وأيضاً يسعدني أن أرحب بالسيد نخل الحاج مدير الأخبار والبرامج في قناة العربية، أهلاً بك. وأخيراً وليس آخراً بالسيد فانغي تشين مساعد المدير العام للقناة العربية الدولية بالتلفزيون الصيني المركزي سي سي تي في، أهلاً بكم جميعاً. إذن الخمسة الكبار في مجلس الأمن يتكلمون عربي الآن. أول أبدأ معك سيد نازاروف، ما هي الأسباب السياسية والاستراتيجية من وراء إطلاق قناة روسيا اليوم؟ هناك ثلاث أهم أهداف التي أنا كما أراها. أولى هي تقديم للمشاهد العربي إمكانية الخيار وخيار بين الآراء ومعلومات، أو إزالة احتكار أو على الأقل هيمنة وسائل الإعلام الغربية على المساحة الإعلامية أعلامية. بأن مثلا عندما اندلعت حرب في أوسيتيا الجنوبية كنا وحيدا مرسلين كانوا يشتغلون في أوسيتيا على جانب أوسيتي، وما كانت أي ما كان أي حضور أجنبي أو غربي في أوسيتيا، وكانوا يشتغلون ويغطيون أحداث عن طريق جورجي باس. نعم، يعني صراحة ألم يكن رد على إطلاق قناة أمريكية ناطقة باللغة العربية؟ لا، إطلاق طبعاً قناة روسيا طبعاً اليوم؟ بأن هناك أهداف أخرى طبعاً، وهدف ثاني ممكن هو أهم أو ممكن على الأقل ليس من الأول. فالوضع الآن هو مساوي جدا بأن المشاهد العربي هو العرب يرؤون على روسيا بعيون غربية. بأن مثلا في الطائرة أنا قرأت في خليج تايمز مقالة واحدة بس عن روسيا وهي من رويترز، ونحن نود أن نصبح مصدراً أساسياً ورئيسياً عن روسيا، ليس لأخبار عن روسيا بس ولكل معلومات. مثلاً موقعنا في إنترنت سيصبح موصوعاً عن روسيا عن كل كل جوانب حياة روسيا. وهدف ثالث طبعاً هذا تقديم رؤية روسية عن أحداث في العالم وفي العالم العربي أيضاً. هذا يعني فيما يخص إحدى القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية. هناك أيضا قنوات عربية أو يعني دول عربية أطلقت قنوات أجنبية، ومثل الجزيرة إنجلش أو الجزيرة الإنجليزية يمثلها هنا في هذه الجلسة كليتون سويشر. صراحة في أكثر من مناسبة اتهمت الجزيرة بأنها بوق لما يسمى بالإرهابيين وللراديكاليين. أي يعني صورة تود الجزيرة إنجليش أن تنقلها عن العالم العربي للغرب؟ Thank you. After the attacks of 9/11 and the American response, which was the Iraq War, the Afghanistan War,
and other foreign policy decisions by the United States, the indifference to the ongoing suffering of Palestinians, there was a movement within the United States that recognized that the mainstream American media isn't cutting it. In the United States, one of the framers, where I come from, his name is Thomas Jefferson, he famously said, the key to a well-functioning democracy is a well-informed electorate. And unfortunately, there wasn't a whole lot of media outlets providing good information that citizens could then lean on their elected officials to make well-informed decisions. I joined Al Jazeera as part of a group that wanted to try and correct those stereotypes. And part of those stereotypes, by the way, came out of the Bush administration. They were the ones that impugned us and said that we had some sort of association with terrorism. They're the ones that maligned our character. And fortunately, the American public is very open-minded. They're rejecting and repudiating these views that the outgoing Bush administration had so many people holding as dogma. And also the conservative media outlets are now coming around to recognize the value that Al Jazeera brings. يعني أفهم منك بأنه الجزيرة الإنجليزية ذهبت ضحية لصورة نمطية في فترة بوش عن العرب. أيضا هناك في الحقيقة صورة نمطية عن هذه القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية سيدة ناهي دنكاد بأنها جهد ضائع وهدر للمال صراحة. هذا ما ينقل في أكثر من مقال قرأناه عبر الصحف والإعلام. كيف كانت هذه الخطوة بإطلاق فرانس 24 سنة عام 2007 وقد رأيتم قبل ذلك إطلاق قناة الحرة التي كما يقال لم تستطع اختراق العالم العربي؟ الحرة فالتاريخ الحرة يختلف جذريا عن قصة فرانس 24 باللغة العربية. فنحن بدأنا الآن بتطوير اللغة العربية في فرانس 24 ونبث 10 ساعات فقط. لكن بالطبع هناك شيء مهم جدا، فرنسا تاريخيا قريبة جدا من العالم العربي من مشرقه إلى مغربه وإلى الخليج، وفرنسا تاريخيا أيضا توجهت بالراديو مثلا مونتي كارلو في السنوات في السبعينات وآخر أواخر الستينات وحتى الآن باللغة العربية، وكان ونعرف ونعلم أن المستمع والمشاهد العربي يهتم الكثير بسياسة فرنسا في الشرق الأوسط إجمالا ووجهة نظر الفرنسيين وليس وجهة نظر الحكومة الفرنسية فقط. ونعتبر أن لدينا إمكانية وحرية تامة بتقديم الأخبار التي تسمح لنا بإعطاء أخبار مستقلة وبنفس الوقت واضحة. فأنا لا أعتقد أن ليس هناك أحد يتسمع إلى أو يشاهد هذه القنوات. فاليوم المشاهد العربي مشاهد صعب، يريد أن يكون له خيار ما بين عدة أشياء. سيدة ناهدة تسمحي لي بالمقاطعة، يعني هذا الحديث قد ينفع إذا لم يكن هناك أكثر من 300 قناة عربية في العالم العربي. يعني العالم العربي لم يعد كما كان، أصبح هناك أجواء انفتاحية لم يعد أو الحكومات العربية لم تعد تمنع عن شعوبها الوصول إلى المعلومة لسبب بسيط، هي التكنولوجيا أو الثورة التكنولوجية. فألا تتوقعون أو لا تعتقدون بأنه بأي حال من الأحوال قد يكون من الصعب منافسة قنوات عربية تبث منذ 10 سنوات أو أقل؟ نحن لا نريد منافسة ولا نستطيع منافسة القنوات العربية التي تتوجه إلى أكثرية العرب. نحن نتوجه إلى نوعية خاصة من المشاهدين، كانوا شباب، نساء، صانعي القرار وأشخاص يهتمون بمعرفة ما هي نظرة فرنسا، ليس للسياسة فقط لكن للقضايا الاجتماعية، الثقافة. في فرنسا الثقافة نعطي لها أهمية
التي نعطيها للسياسة وللاقتصاد مثلا ولطريقة معالجة أخبار إن كانت بالمضمون أو بالشكل هي مختلفة. فلدينا مستمعين لدينا مشاهدين حتى ولكن لا نقول ولا نعتقد ولن نتوصل إلى عدد المشاهدين للفضائيات العربية التي ابتدأت بالبث منذ تقريبا 20 سنة. سيد نخل الحاج يعني تقول استمعت لما قالت سيدة ناهدة نكد هم لا يبحثون على منافسة هذه الفضائيات، هل أنت مقتنع بهذا الحديث؟ أنهم لا يبحثون ولا يهتمون بمنافسة هذه الفضائيات، وإلا لو كانت هناك منافسة جدية لكنا شاهدنا ذلك في نتائج نسب المشاهدة التي نراها شهريا، والتي لا أعتقد أن أي من هذه المحطات في المرتبة 50 فيها. هناك أكثر من 600 محطة فضائية في العالم العربي، الفضاء مزدحم ويبدو أن الفضاء مفتوح، وهذه ظاهرة صحية جدا كما أرى. يعني هل تعتقد بأنها استراتيجية خاطئة بأن يعتقد القائمون على هذه الفضائيات أنهم ليسوا بحاجة إلى منافسة؟ هل هذه استراتيجية خاطئة أساسا؟ هذا شأنهم، ولكن فيما يعنيني أنا كمواطن عربي وكصحفي عربي أقول لك أني مثلا لست معجبا أبدا لا بالديمقراطية الإيرانية ولا بحرية التعبير في روسيا ولا بالديمقراطية على الطريقة الصينية، وعلى رغم أعجابي مثلا بالديمقراطية الفرنسية أو بالديمقراطية في بريطانيا أو في الولايات المتحدة، إلا أني أرى أن هناك نفاقا في التعامل في الشأن الإعلامي مع العرب وفي الفضائيات العربية. لماذا؟ لأن هذه الدول بريطانيا مثلا لا تسمح الحكومة لنفسها أو الحكومة البريطانية غير مسموح لها بأن تبث داخل أو تسيطر على إعلام داخل بريطانيا، وكذلك في الولايات المتحدة. في فرنسا وألمانيا نعم الحكومة ربما، والزميلة ناهدة أدرى مني في هذا الموضوع، ربما يكون لها باع في إدارة المؤسسات الإعلامية ولكنها خاضعة لرقابة شديدة. أما إذا قلنا البي بي سي العربية تابعة لوزارة الخارجية البريطانية، وأعتقد أن فرانس فانكاتر أصلا أيضا تابعة لوزارة الخارجية، فإذن هي مشروع سياسي. تسمح لي سيد نخل الحاج، قرأت تصريح للسيدة ناهدة نكد قبل نحو شهر في صحيفة الحياة بأنكم تفتخرون باستقلالية فرانس 24 وأنكم لستم مثل القنوات الأجنبية الأخرى الناطقة باللغة العربية، وكأنك تشيرين بأن الحرة والبي بي سي وسي سي تي في وروسيا اليوم هم في الحقيقة غير مستقلين عن. أنا أقول ليس هناك أي ضغط أبداً من قبل السلطات الفرنسية على فرانس 24 وعلى المحتويات الإخبارية التي نبثها إن كان في الراديو أو في التلفزيون. هذه حقيقة في فرنسا إجمالاً، ليس في فرانس 24 فقط ولكن في القنوات الفرنسية الحكومية التي تبث في فرنسا مثل فرانس 2 وفرانس 3. ومن يعلم ويعيش في فرنسا يرى أن هذه القنوات بما فيها فرانس 24 هي الأصعب والأقسى مع الحكومة الفرنسية، أقسى من القنوات الخاصة حتى. لماذا؟ لأن هناك أحكاما وقواعد وقوانين تلزم الحكومة الفرنسية بالخضوع لها داخل فرنسا، ولكن هذا لا أعتقد أنه ينطبق على الخارج. هناك أخلاقية صحفية في فرنسا يتعلق بها جميع الصحفيون الفرنسيين الذين لا يقبلون أي ضغط حكومي حتى إن جاء التمويل من الحكومة. هي مصرة على استقلالية فرانس 24 سيد نخل الحاج، فسأعود إليك، أود أن أشرك سيد الموسوي في هذا النقاش. يعني فتح القنوات أو البلدان الأجنبية لقنوات عربية أيضا أعطى لدول أخرى إسلامية بفتح قنوات عربية مثل قناة العالم الإيرانية. تسمع طبعا الحديث عن النفوذ الإيراني في المنطقة، هل قناة العالم هي ذرع من هذه الأذرع للنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط؟ صراحة في حقيقة الأمر أن المسألة تحتاج إلى إيضاح من ناحية المنهج. نحن أبناء حضارة واحدة، ومجمل القنوات التلفزيونية الناطقة بالعربية هي ممولة ابتداء حكومية محلية أو من جهات نافذة في دول معينة
لتنفيذ سياسات محددة ضمن أهداف معينة. وهناك القنوات الإسلامية أو القنوات الدولية التي تعنى بتعريف الآخر بنفسها وببناء جسور من الثقة ما بين المجتمعات. أنتم أين تقفون من هذه الأهداف؟ وهناك جزء أخير وهو القنوات الإخبارية أو القنوات الأجنبية التي لها ماضي استعماري مع المنطقة. فهذه القنوات لها عدة توجهات، عدة أهداف، لكل منها هدفه. ألا ينسحب هذا على قناتكم؟ بالنسبة لنا نحن كقناة عالم إيرانية نعتبر أن الحضارة الإسلامية تستوعب الجميع. نحن أبناء حضارة واحدة، أبناء شعب واحد، يجب أن يكون هناك تواصل، حوار. نحن نفتح في المجال لكل الآراء. أنت تركز على نحن أبناء حضارة واحدة، ولكن أنت تعرف أنه هناك اختلاف في الأجندات. لإيران أجندة مختلفة عن بعض الدول العربية. لكل دولة عربية أجندتها صراحة، يعني لكل دولة عربية أجندتها ولكل دولة أوروبية أجندتها. فهذا ليس شيء جيد يعني أو شيء مميز. لكل شخص أجندة، لكل طرف أهداف ومصالح. مصالحنا نحن أن نكون على تواصل، على حوار، على تعارف، حتى لا يأخذ المشاهد العربي الخبر الإيراني، التصريح الإيراني، الموقف الإيراني من قبل. كما قيل مؤخرا لا يوجد، إلى درجة أنه أوقف بثكم على أكثر من قمر صناعي. قنوات التواصل أوقف تقنيا، ولكنه بقي من الناحية العملية تواصلنا مع المشاهد العربي قوي، وتواصلنا كما كان تاريخيا قوي، يبقى في الحاضر وفي المستقبل قوي، لأننا نحن نهتم بالشؤون العربية كما نهتم بالشؤون الإيرانية. طيب. همنا الأساسي في الموضوع، في القضية الفلسطينية، في المسائل الأساسية هنا يجب أن تلاحظ المحطات، ما هي همومها، ما هي أجنداتها. أنتقل إلى السيد فانغي تشين من سي سي تي في. حين يستيقظ أو تستيقظ الصين يهتز العالم. هذا ليس كلامي، هذا كلام نابليون بونابارت في القرن التاسع عشر، متوقعا أن تصبح الصين قوة عالمية. إعلاميا رأينا سي سي تي في تنطلق، وصراحة لم يهتز عرش الإعلام العربي. ما هي أهدافكم من خلال بث سي سي تي في سيد فانغي تشين؟ نعم، من المعروف أن لكل القناة العربية أو قناة التلفزيون هو مبدأ. فمن المعروف أن مثلا على سبيل المثال موقع أو قناة الجزيرة المشهورة تأخذ رأي ورأي آخر كمبدأ لها. أما مبدأنا في القناة العربية الدولية سي سي تي في هو إيصال الحقيقة للمشاهدين، وكذلك إظهار حقيقة ماذا بالتحديد؟ حقيقة الصين؟ حقيقة طبعا، وإظهار الصين الحقيقية للعالم الأجمع. فمن المعروف قد أصبحت الصين دولة صاعدة في أدائها الاقتصادي القوي، وخاصة خلال هذه السنوات، مما أثار المخاوف حتى الاتهامات الغير مبررة من الدول الغربية وأمريكا خصوصا. هذه المرتكزة أساسا، هذه الاتهامات بقمع الحريات في الصين مثلا؟ لا، شوف، في الصين إذا كان الأمر كذلك يفترض تغيير الصين من الداخل عوض إطلاق قناة تجمل الصورة صراحة. صح صح؟ صحيح. وفعلا كما قلت هذا هو الهدف لقناتنا، لانطلاق هذه القناة كمولود الجديد في صفوف القنوات الناطقة باللغة العربية. نعم. أنا قرأت بأن المسؤولين في سي سي تي في مستعدون لإنفاق ما يقارب 9.5 مليار دولار لتطوير القناة. أول شيء، هل هذا رقم دقيق؟ تقصد قيمة لإنفاق لتطوير هذا؟ 9.5 مليار دولار، هذا ما قرأناه في الصحف. لا أعتقد هذا هو صحيح، ولا أدري لماذا، من أين جاء هذا المصدر والخبر؟ قرأناه في الصحف، موجود.
يعني أكيد. أنت لا تؤكد هذه هذا الرقم. الصين كان العضو الدائم في مجلس الأمن وكان قوة صاعدة في العالم خلال هذه السنوات، أكيد تسعى إلى إظهار مظهرها الحقيقي للعالم أجمع دون أي تحفظ أو أي تقيد. يعني أنا ذكرت يعني هذه الإحصائية لأنه أود أن أسأل ضيوفي أيضا عن نقطة مهمة جدا، تمويل هذه القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية، يعني تمويلها طبعا يكون حكومي. إلى أي مدى سيد نازاروف أنتم مستعدون لأن تستمروا في إنفاق على هذه القناة؟ إذا كانت سيدة ناهد أنا كانت قبل قليل قالت نحن لن نبحث عن يعني المنافسة مع القنوات الأخرى، وبالتالي من لا يبحث على المنافسة لا يدخل إعلانات في قناته، وبالتالي لن تستمر القناة. ستستمر القناة طبعا، ونحن مقيمين في الشرق الأوسط سياسيا وتجاريا منذ وقت طويل، وسنستمر في هذا الاتجاه طبعا. ولا جاءت ردود فعل بأنه لا سمح الله قناة روسيا اليوم فشلت في إيصال رسالتها، ستستمرون؟ كيف ممكن هذا؟ مع الوقت هذا سيظهر. نحن فشلنا أولا بأن عدد زوار موقعنا في الإنترنت لا يقل من 30,000 يوميا، بين 30 و 40، هذا عدد ليس قليل جدا أو ليس قليل أبدا. فبالنسبة لمنافسة أنا لا أوافق مع زميلي من العربية بأن الآن أعتقد ليس هناك أي قناة التي ممكن تشمل كل مساحة إعلامية، لأن طبعا هناك برنامج خاص لقناة أو لدولة التي تمول قناة ما، ولأي مشاهد لازم من الضروري أن يشاهد عدة القنوات ليكمل صورة العالم. ولذلك حتى من كبار القنوات العربية والجزيرة لهم برنامج خاص، وللفرنسا للولايات المتحدة لهم برنامج خاص. ولذلك للمشاهد العربي أن يعلم كل شيء في العالم، في روسيا في فرنسا، لازم مشاهدة عدة قنوات كلها، ولكن هو يعلمها عن طريق قنوات أخرى. سيد نخل الحاج، يعني صراحة هذا يعني الإقبال الكبير من قبل الدول الأجنبية لفتح قنوات عربية يطرح أكثر من علامة استفهام، وكأن القنوات العربية لا تقوم بدورها الصحيح، وأنت أحد الذين يمثلون قناة العربية الإخبارية المنطلقة منذ تقريبا 7 سنوات. في الواقع المشاهد هو الذي يحدد إذا كانت القناة تمثل تقوم بدورها أو لا تقوم بدورها. وبصراحة كاملة حتى الآن بعد 6 سنوات تقريبا من ظهور الحرة المدعومة كليا من الكونغرس ومن الحكومة الأمريكية، وبعد سنوات من ظهور البي بي سي وفرانس 24 وروسيا اليوم، وأيضا بعد أشهر من ظهور المحطة الصينية باللغة العربية، وبعد سنوات كثيرة من ظهور قناة العالم وغيرها من القنوات المدعومة ماليا من إيران، لم نلاحظ أن هناك تحديا فعليا. كنت أتمنى أن يأتي الفرنسيون والبريطانيون والأمريكيون والروس ويقولوا لنا يا أعلام عربية صحفيين عرب أنتم تخطئون في مخاطبة الرأي العام العربي، هكذا نصنع الإعلام. ولكن للأسف المشاهد يحدد دائما. ولكن اسمح لي سيد نخل الحاج، هم يقولون بأنهم رفعوا سقف الحريات بإطلاق هذه القنوات صراحة. يعني ممكن إذا كان هناك حرص على الحريات، مثلا زميل من الصين قال إنه الحكومة الصينية أو CCTV تريد أن تنقل الصورة الحقيقية عن الصين للمشاهد العربي، لماذا لا تنقل الصورة الحقيقية عن الصين للمشاهد الصيني؟ لماذا لا تسمح للصحافي العربي، لماذا لا تسمح الصين للصحافي العربي وغير العربي أن يتصرف بحرية داخل الصين؟ الزميل أيضا الزميل من قناة العالم أستاذ عاطف الصديق عندما قال إن نحن أبناء ثقافة واحدة، هناك وسائل أخرى للتعبير وليس من طرف واحد. لا ينبغي أن على الحكومة الإيرانية أن تدفع مئات ملايين الدولارات سنويا على قنوات تحرض على العنف وتحرض أيضا على الكراهية وتحرض على بعض الأنظمة في بعض البلدان العربية من أجل أن تقول والله نحن أبناء ثقافة واحدة.
وإذا كنا أبناء ثقافة واحدة فلنتعامل بالمثل. لماذا أقفل مكتب قناة العربية مثلا في إيران ولم يتحرك؟ ربما السيد عاطف الموسوي غير مؤهل للرد على هل تستطيع أن ترد؟ أتحدث في السابق عن موضوع الديمقراطية في إيران غير معجب بها، فهل تعجبه الديمقراطية في السعودية؟ عن التمويل مسألة التمويل، كل الإعلام ممول من جهات، ولكن هذا ليس رد صراحة، هذه الطريقة الهجومية لا نقوم نحن بأي عملية تحريض، لا نقوم بأي عملية بذر أي فتنة، نحن حريصون على إيجاد صلة تواصل ما بين إيران والدول العربية والشعوب العربية والاهتمام بالقضايا العربية. طيب أنا إذا تسمح لي فقط سيدة نهيدة سأعطيك الكلمة، إذا أردت أنا أو أحد من الحضور فتح قناة إذاعية أف أم تبث بالفارسية من علمنا العربي، هل تعطوها التصريح في إيران؟ هل تعطونا التصريح لهذه القناة؟ نحن من السعودية، نحن من المملكة العربية السعودية لا يسمحون لنا، لا يسمحون لنا بمكتب مراسلة، لا يوجد مكتب، لا يعطوننا لينك. نعم، رد عليك، يعني الكرة في ملعبك سيد نخل الحاج. أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية يجب، المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول وإيران وكل الدول يجب أن تعطي الحرية الكاملة للصحافة كي تتحرك في كل تلك الدول، ولكن لا تعاقب الإعلام بشكل كامل لأن دولة معينة منعت مراسل قناة معينة من الوجود في أراضيها، لا أستوعب ذلك. شكرا لك سيدة نهيدة نكات. هذا النقاش يبرر وجود قناة مثل قنواتنا. Mr. Clayton? If I could point out the obvious, this is an 800-pound elephant in this room. It's quite clear to me why the Russians want to communicate in Arabic. The former Soviet republics that have Muslim majorities. Hello, Chechnya. It's quite clear why France 24 would want to communicate. They have former French colonies with Arab Muslim populations. I look down the line, I see Yemen, I see Saudi Arabia, I see Gaza, Palestinian territories, Lebanon. I look further down, I see supporting moderate Arab states. I look further down, I see the issue of the Uyghurs and wanting to communicate to the Muslim world the Chinese narrative. Al Jazeera is the only channel that if you look, really, if you look into our newsroom, you have the Arab League meets the United Nations. We have over 60 nationalities working between both newsrooms. And that's why I think we don't offer one inch issue interest perspective. We cover the whole world, putting the individual at the center of the story, not the leaders, not the sheikhs, not the... هناك حديث, Mr. Clayton, اسمح لي. هناك حديث بأنكم تمثلون سياسة وزارة الخارجية القطرية, إن كان بالعربي أو بالإنجليزي, صراحة. هذا ما يقال. ليس... للأمر علاقة بستين جنسية الموجودة في الجزيرة إنجلش. I'm sorry, I didn't hear the translation. Can you restate that? Because I do want to. سأعيد الحديث أو السؤال. يعني أنتم أيضا في الجزيرة إنجلش يقال بأنكم تقومون بتنفيذ أجندة وزارة الخارجية القطرية. Well, let's leave the fiction to the novelists and cite some specifics. Because there's plenty of, you could dance around the Arab world and find plenty of areas where we've wound the Qatari government in a lot of trouble. Mm-hmm. Okay, look at the Algerian government. The Algerian government has very warm relations, President Bouteflika with the Emir of Qatar. Yet I can't get a visa to go and report in Algeria. Mm-hmm. So, that logic doesn't hold up. You could look at other countries where the Emir has close personal relations with those rulers, and yet we managed to upset the apple cart by our story on this human rights issue or this lack of democracy issue. I mean, that just doesn't hold any water. And to those who say that we are, I sit in the editorial meetings, you know, on my end, little lowly me in the Al Jazeera English side. I've never been once told to peddle a certain line of the government of Qatar. And I imagine if it happened, I know if it happened, everyone would walk out of our newsroom. هل اقتنع سيد نخل الحاج بما قاله سيد كلايتون سويشر؟ لا.
على الإطلاق. أنا مقتنع بأن الجزيرة الإنجليزية هي الأغلى أغلى حملة علاقات عامة تكلفة في التاريخ لصالح قناة تلفزيونية اسمها الجزيرة العربية. فأعتقد أن المشاهد هو الأساس في تحديد نجاح هذه المحطة أو تلك أو استقلالية تلك المحطة أو تلك. وأنا أفهم أن هناك الكثير من رؤساء التحرير في قنوات عربية وغير عربية لا يهتمون بأن يقولوا لصحافي يجب أن تعمل القصة تبعتك بهالشكل أو بالشكل الآخر، ولكن هذا ليس مهما كثيرا. المهم بالنسبة لي هو من يمول هذه القناة؟ إذا كان مئات ملايين الدولارات تنفق سنوياً على قناة معينة فلا بد أن هناك هدفاً معيناً من وراء ذلك، ولا أعتقد أن الحكومة القطرية التي تنفق مئات ملايين الدولارات سنوياً مهتمة إلى هذا الحد بالتعبير عن شؤون الفقراء في كل أنحاء العالم وإيجاد الميزان المناسب للقنوات الأمريكية والغربية الإخبارية بشكل عام. أعتقد أن هناك ولكن من جهة أخرى تسمح لي سيدنا الحاج، يعني إذا كانت الجزيرة ممولة من قبل الحكومة القطرية أليس لديها الحق في أن تعطي الصورة التي تود إيصالها للعالم العربي وأن تنفذ أجندتها كما تشاء؟ لأنه أيضا هذا الكلام ينسحب على قناة العربية باعتبار هي ممولة من الحكومة السعودية. على الإطلاق لا، قناة العربية ليست ممولة من أي حكومة على الإطلاق، وأقول هذا وأكرره. قناة العربية هي ليست ممولة، قناة العربية جزء. لماذا الاختباء خلف الإصبع؟ نعم، لماذا الاختباء خلف الإصبع؟ من يختبئ خلف الإصبع؟ كل القنوات الناطقة بالعربية وغير العربية ممولة من جهات إما حكومية. طيب لماذا أو لم جهة تقول لي من منذ البداية هذا الكلام؟ أنت قبل قليل نمقت الحديث وقلت نود تقريب وجهات النظر بين إيران والعرب، ولكن يعني هناك تمويل، هناك تمويل، هناك هدف. تسألين عن مسألة التمويل، التمويل جميع المحطات الإعلامية العربية وغير العربية ممولة من جهات معينة لتحقيق أهداف معينة. فإذا مسألة إن كان بشكل غير رسمي فهناك تمويل غير رسمي، وإنما من جهات نافذة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية. وهذا ينسحب على قناة العرب، على كل في كل 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 القنوات. نحن قناة حكومية لا ننكر هذا الموضوع، ونقول هدفنا أن يكون هناك تواصل ما بيننا وبين العرب، أن نتبنى قضاياهم. هل تقولين لي لماذا أنتم تهتمون بالعرب؟ نهتم بالعرب لأننا ندرس اللغة العربية في إيران، هي اللغة الثانية. لماذا تهتمون نهتم باللغة؟ يعني ما هو ما هي كما اهتم كما اهتم كما اهتم في هذا التوقيت بالتحديد؟ تأخرنا كثيرا، ولكن واضع قواعد النحو في اللغة العربية هو إيراني، ولكن أصحاب الصحاح الستة هناك أكثر من أربعة منهم غير عرب. الترمذي غير عربي، البخاري غير عربي. إذا كانت المسألة نحن أبناء حضارة واحدة نقوم بالتواصل، لا نريد القطع، ولكن نريد التواصل مع أبناء جلدتنا، أبناء حضارتنا في العالم العربي. سيدة ناهدة نكاد يقول نحن أبناء حضارة واحدة، ألا تستغربين من هذا التصادم في إيصال الرسائل مع أنه كما يقول سيد عاطف الموسوي نحن ننتمي إلى حضارة واحدة؟ ننتمي إلى حضارة واحدة اليوم. لا نستطيع اليوم في 2010 أن نتكلم عن حضارة ما وكأنها مستقلة عن كل الحضارات في العالم أجمع. لكن هناك شيء لم نتكلم عنه حتى الآن، تكلمنا عن سياسة وعن أخبار وعن أجندات، لكن هل تطرقنا لمعرفة ماذا يريد الشعب العربي؟ ليس الشعب ككل، لأنه نعرف ماذا يريد أن يسمع الشعب العربي ككل، هو يتسمع إلى الجزيرة والعربية وخاصة الجزيرة. لكن هناك أشخاص صراحة ماذا تستندين يعني عندما تقولين عن التحقيقات التي والدراسات التي وجدناها؟ هل يمكننا الاطلاع عليها؟ أن الأكثرية هي معروفة، ليست هناك إحصائيات دقيقة صراحة فيما يخص مشاهدة هذه القنوات، والشعب العربي يتبع السياسة صراحة.
لكن ليس كل الشعب العربي الذي يتبع السياسة. هناك جزء كبير من العرب وخاصة النساء. هنا أجد أن هناك رجال فقط، لكن حقيقة أن هل النساء العرب يهتمن بالسياسة المحضة؟ لا أقول أن النساء لا تريد أن تتسمع إلى ماذا يحدث حولها، لكن ما الأخبار ليست سياسة فقط، هي أخبار اجتماعية، هي ثقافة، هي أخبار عن الحياة كما هي. فبغض النظر عن السياسات والأجندات التي نراها ونسمعها في هذه في 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 الإعلام العربي إجمالا، هناك شكل يقدم. هل تبحثون عن نوع جديد من الغزو هو الغزو الثقافي لهذه الدول العربية؟ لن أتكلم عن غزو أولا، والثقافة غزو مسالم وليس عسكري. والثقافة ليست غزو، الثقافة هي شيء يتبادل به العالم أجمع. نعم. وحقيقة أن في فرنسا الثقافة مهمة جدا، ونحن في شبكتنا نعطي أهمية كبيرة للثقافة، فنعطي أخبار واضحة قصيرة، لا نتطول ساعات على الجدل والأخبار. فربما هناك كما تقولين ليس هناك إحصائيات دقيقة، فلا يعرف أحد من يعجب. نعم. بفرانس 24 باللغة العربية مثلا. المشكلة لماذا لا توجد إحصائيات دقيقة؟ هل الأمر مسيس برأيك سيد نازاروف؟ لا توجد إحصائيات دقيقة لنسبة مشاهدة هذه القنوات، يعني حتى الإحصائيات مسيسة برأيك؟ أعتقد هذا الشيء صعب. بالنسبة لنا هناك كما قلت موقع إنترنت التي تعرض نسبة المشاهدة. هل عندك إحصائيات دقيقة لنسبة مشاهدة قناة روسيا الآن؟ لا بالنسبة للمشاهدين هذا ليس لدينا، بل بين 30 و 40 ألف زائر لموقعنا، يعكس نسبة معينة للمشاهدين، يعني ليس كل مشاهد هو يزور الموقع. أنا صراحة أود أن أشرك أحد المسؤولين عن شركات الإعلام ليعطينا فكرة عن غياب نسب المشاهدة لهذه القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية. هل من أحد يود التعليق؟ تفضل، من يود التعليق؟ أود التعليق. نعم، توجد إحصائيات دقيقة للعالم العربي والعالم أجمع. وبنفس الأساليب تعتمد في العالم العربي. لو سمحت ممكن تقدم حالك أول شيء للجمهور. سامي رفول، الرئيس المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية. نعم. ونعني بشؤون رصد وسائل الإعلام ورصد المشاهدة وقياس في العالم العربي المشاهدة في كافة أنحاء العالم العربي، وأيضا نرصد المحطات العربية في أرجاء العالم في أوروبا وفي إفريقيا وفي دول أخرى. تقول يوجد هناك إحصائيات؟ نعم، توجد إحصائيات. ما الذي تكشف هذه الإحصائيات؟ يصعب تناول الإحصائيات في جو مثل ما تناولنا حاليا، لأنه الأرقام تتفاوت حسب الدول. نود صراحة، يعني خلينا يعني نتحدث بصراحة. تفضل. هم موجودين وسيدافعون عن وجهات نظرهم. نعم. مثلا أعطينا إحصائية خاصة بروسيا اليوم وسي سي تي في وفرانس 24. روسيا اليوم وسي سي تي في محطات ناشئة ابتدأت مؤخرا، أصبح تعداد المشاهدين قد يكون ضئيل. فرانس 24 ابتدت تقريبا من شي سنتين وابتدت تدريجيا باللغة العربية، أيضا نسب المشاهدة قد تكون متدنية بعض الشيء، ولكن قد ترتفع في بعض الدول اللي فيها فرانكوفونية، لأنه المشاهد هو اللي يأتي إلى المصدر وليس المحطة تأتي إليه. المحطة موجودة كأنها شاشات مثل الشاشات التي نراها، ولكن المشاهد هو اللي يتبعها، يختار هالمحطة دون غيرها. أصبح المشاهد هو إذا عنده إحساس برغبته بالاطلاع على معلومات تناسب الحضارة مثل ما تكلمت الأخت ناهدة، يلتقي مع هذه المحطة. إذا يعني أراد اكتشاف الصين يلتقي مع الصين. أفهم منك يعني باختصار أنه النسب لحد الآن متدنية، صحيح؟
نسب متدنية لأسباب اللي شرحتها لأنه حديثي العهد صحيح. ولكن وقت اللي منتكلم عن العربية أو منتكلم على الجزيرة هذا موضوع مختلف تماماً. يعني عندنا الجزيرة بالإنجليزي حالياً على البانل، ولكن لو وضعنا الجزيرة بالعربي مقارنة مع العربية العربي ساعتها نحن عم ننظر لقرينين وبدنا نتناول دخولهم على كافة الأسواق، ومن هنا تأتي نظرة المجتمع إلى كل واحدة من هالمحطة. شكرا جزيلا لك. رد منك سيدة نهيدة نكاد. معك 100% عن هالشيء، لأنه مثلا نحن منشوف هلأ أنه في شمال أفريقيا مثلا اللي هي منطقة الفضائيات العربية ما مش قادرة أو مش حابة ما بتهتم فيها كتير وما عم تجذب فيها كتير مشاهدين، أو على الأقل ممكن هنيك أنه نحن نكسب مشاهدين أكثر من مناطق تانية، لأنه في أولاً في تقارب أكثر. واللي قلته قبل أنه التقارب بين فرنسا والعالم العربي إجمالاً بيساعد كتير نسبة المشاهدة. نعم. وآخر شيء مظبوط أنه نحن صرنا مثلاً فرانس 24 ابتدأت ب2007 بالعربي كانت 4 ساعات وصلنا ل10 ساعات في نيسان الماضي أفغيل، ورح نوصل طيب. بعدين ل15-24. وقت اللي نوصل ل24 يمكن نقدر نبلش نقارن حالنا بغيرنا. شكرا لك سيدة نهيدة. هناك أحد الأشخاص أنا يود المشاركة في هذه الجلسة، تفضل عرف باسمك لو سمحت. مرحبا، أنا أمجد تادروس، مؤسس موقع شوفي تي في اللي هو دليل المشاهد العربي. وإحنا بالثلاث أسابيع الماضية عملنا استطلاع على الموقع تبعنا وسألنا المشاهدين العرب أنه أفضل محطة إخبارية عربية بتشاهدها. طبعاً ممكن نقول أنه استطلاع مش دقيق لأنه هذا للناس اللي دخلوا على الموقع صوتوا، بس برضو مشاهدين موقعنا بمثل شريحة كويسة من العالم العربي، فطلع النتيجة أنه 55% من الناس بيشاهدوا الجزيرة مقابل 35% للعربية و10% موزع مع باقي القنوات. ففي دراسات indicator أنه يعني الجزيرة still in the lead، العربية is catching behind، they're doing good job، بس لسه في لهم طريق، والمحطات الناشئة لسه عندهم طريق أطول. صراحة هذه إحصائيات سيرد عليها السيد دخل الحاج، ولكن نتحدث عن القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية. نحن على القنوات العربية عملنا بس. يعني طرح هذا التنافس بين العربية والجزيرة. تفضل. الجهد اللي عم تقوم فيه، ولكن أعتقد أن من الخفة إذا تسمح لي أن نتناول موضوع استطلاعات مشاهدة بهذا الشكل، أنه نحن في عنا موقع اسمه يمكن في 10 أو 5% من الناس بالعالم العربي بيسمعوا فيه، أجرى استطلاع لمدة 2 أو 3 ساعات أو 20 يوم أو 100 يوم وصوتوا عليه 2,000 أو 3,000 شخص من نوعية محددة، وبالتالي هذا أعطانا دليل أنه كذا كذا. أنا بعتقد الكلام اللي قاله أستاذ سامي رفول هو كلام، هو الكلام العلمي. هناك استطلاعات علمية تجري يمكن ليس بالشكل الأفضل لأنه بعد ما في عنا مونيتورينج بكل في البيوت لحد هلا، ولكن بأفضل طريقة ممكنة حتى اليوم. نحن في قناة العربية مهتمون جدا جدا بمعرفة هذه النتائج، ونحن نستثمر في البحوث لمعرفة هذه النتائج بشكل شهري وبشكل أسبوعي في عند الضرورة. طيب. من ناحية مالية ومن ناحية تجارية، وبما أننا محطة مستقلة ليست ممولة من أي حكومة، وبما أننا محطة تسعى إلى الحصول على عائدات إعلانية من أجل زيادة إنفاقها، فإننا نهتم بالسوق السعودية بالاستطلاعات في السوق السعودية بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية في السوق العراقية، وبالدرجة الثالثة في سوق دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات العربية المتحدة. ونحن في هذه البلدان أنا أفهم لو سمحتي، لو سمحتي أنا عندي نتحدث عن القنوات الأجنبية سيدنا خل الحاج ناطقة باللغة العربية، نتحدث عن معطيات خاطئة قيلت ولا بد من تصحيحها. صارت واضحة في المملكة صورة. في المملكة العربية السعودية حسب استطلاعات إبسوس للسنتين الماضيتين العربية متقدمة على كل ما عداها من محطات إخبارية، وفي العراق كذلك، وفي الإمارات العربية في السنة الماضية، وفي الكويت أيضا. شكرا لك. سيد أشرف فؤاد يود أيضا المشاركة في هذا الحوار، تفضل. بالإعلام. نعم طبعا. عايز أسأل الفلوس اللي بتنصرف على المحطات دي مش كان أجدى أنه
تيجوا للتلفزيونات العربية الحكومية اللي انتوا شايفين انها ما بتأديش واجبها وتخشوا معاهم في برامج مشتركة، يعني تخشونا من الباب مش من الشباك، وتستخدموا الفلوس بطريقة جيدة لتحسين الأداء، لتحسين طريقة التعامل الصحفي مع الخبر، إذا بنعمل أخطاء علمونا طالما إحنا ما بنعرفش، يدونا إكويبمنت معدات جديدة نحسن من استوديوهاتنا. وعلى حسب ما سمعنا من زميلنا جيم زغبي في آخر استطلاع أن الحرة وصلت لأقل من 1% و120 مليون دولار في السنة. ب 120 دولار مليون دولار في السنه ده انا مش هعمل محطه، بينما الحره تقول انه 9% على فكره السيد اشرف فؤاد، بينما انه الحره تؤكد بانه نسبه المشاهده لديها هي 9%. او على فكره نحن وجهنا لهم الدعوه للحضور ولكن كان هناك رفض. سؤال تاني هو بس ايه هو نسبه النجاح عندكم؟ يعني انتم ليكم مديرين هيجي يقول لك بعد سنتين ثلاثه اربعه صرفنا 150 مليون دولار، حققنا ايه مثلا؟ حققنا 2% 3%، ايه نسبه النجاح؟ شكرا. فضل سيده ناهده. اولا انا برفض فكره انه القنوات مثل فرانس 24 او غيرها موجوده لانه بنعتبر انه القنوات العربيه ما عم بتادي واجبها، لا ابدا. هدول شيئين مختلفين، اولا في قنوات عربيه عم بتادي واجبها بشكل كتير منيح، والسبب وجود التلفزيونات الأجنبية وخاصة تلفزيون مثل فرانس 24 يتعاطى باللي قلته قبل، يعني التقارب ما بين فرنسا والعالم العربي، وفرنسا تعتبر أن 300 مليون عربي أكثريتهم يتكلموا باللغة العربية، فمن الأفضل أن نتوجه إليهم باللغة العربية. وهذا لا يعني أننا لا نتعاون مع قنوات عربية ثانية. ولمعلوماتك نحن ليس لدينا الإمكانيات تبع الحرة أو غيرها، نحن متواضعين كثير أكثر من هيك، وفي عندنا مشاركة مع تلفزيونات عربية أخرى وفي الراديو كمان مع راديوات عربية أخرى. بالعكس نعتقد أنه هذا بيغنينا نحن وبيغنيهم من هم كمان. شكرا لك. سؤال الثاني سأطرحه على السيد فانغي تشين ممثل سي سي تي في، يعني أي مقياس تتبعون فيما يخص نسبة المشاهدة؟ قبل قليل السيد أشرف فؤاد، ما الذي تقولونه ل يعني مدراءكم حين يسألوكم كل مرة في تغيير ربما إداري حصل لكذا قناة أجنبية ناطقة باللغة العربية، ما الذي تردون عليه؟ بماذا تردون؟ والله جاء دوري مرة أخرى بعد انتظار لوقت طويل. وهنا قبل أن إجابتي عن سؤالك أود أن أصحح ما قال الأستاذ الحاج قبل قليل في إجاباته. الصين تسعى منذ البداية إلى إظهار حقيقة للصينيين المحليين، وليس هنا أي تقيد تحفظ حتى الحجب، فالصين لا تفتح أبوابها للصحفيين الأجانب فحسب، بل تسعى إلى إظهار حقيقة إلى الصينيين. فمثلاً الآن تقام الدورتان الصينية، وهي الدورة للمجلس الوطني البرلمان وكذلك للدورة السياسي الاستشاري. فالحكومة الصينية تفتح أبوابها لجميع الصحفيين بما فيها الصحفيين العرب لتغطية هذه الأخبار، وكذلك يسمح للمواطن العادي ليستمع إلى أي دورتين. الحكومة على الشرط فقط سجل اسمه في السجل فقط. فهذا الدليل القاطع. فأما بالنسبة لنسبة المشاهدة فالآن هناك مكتب خاص في القناة في التلفزيون في محطة التلفزيون الصيني المركزي لقيام بإحصائيات هذه النسبة. فمثلا على سبيل المثال القناة العربية في كل أسبوع ينشأ أو يكتب رسائل للمشاهدين، يقوم باستطلاع للمشاهدين ليود أن يستمعوا إلى آرائهم إلى وجهات نظرهم البناءة والسديدة. والهدف الوحيد هو جعل هذا المولود الجديد للانضمام إلى صفوف القناة العربية القوية. أما بالنسبة إلى نسبة المشاهدة حتى الآن
ليس هناك النسبة بكل الدقة. أوكي. يعني أنا الانطباع الذي أخذته على الأقل لحد الآن إنه هذه القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية غير مهتمة بنسب المشاهدة كون التمويل حكومي في النهاية. لن ينقطع هذا التمويل. تفضل سيد نزاروف. يعني التمويل الحكومي هذا شيء عادي أعتقد. غير قلقين فيما يخص نسب المشاهدة. أنتم لستم قنوات تجارية في النهاية. طبعاً طبعاً. إذن أنتم لا يهمكم إن كانت المشاهدة نسبتها عالية عندكم. نحن نجري في هذا الطريق، بل أعتقد في سنوات قريبة لن نصل إلى استقلالية المالية. طبعاً هذا شيء طبيعي. أنا أود أن أنتقل إلى نقطة أخرى. على أي أساس تختارون الموظفين في هذه القنوات؟ أبدأ معك سيدة نهيدة. نحن أنا أحاول أن أعمل مع صحفيين درسوا في مدارس صحافة أو في فرنسا أو في الدول العربية، استقلاليتهم وحبهم للعمل وليس لانتماءاتهم السياسية. بالعكس، لا. ليس لدينا برنامج سياسي في فرنسا. بالنسبة لكم سيد عاطف الموسوي، للدرجة الأولى مهنيتهم وعملهم. موضوع إذا كنت تريدين تسألين، الجميع في كل القنوات الفضائية يلتزمون بالسياسة التي تضعها محطتهم. ليس هناك من تعليمات محددة للفيل ماذا يريد أن يفعل عندما يدخل إلى متحف الخزف. هل تسمحون لشخص ليبرالي بالعمل في قناتكم؟ ضمن الضوابط المهنية يستطيع. شخص غير مقتنع باستراتيجية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، هل تسمحون له بالعمل في قناتكم؟ هل هو يعمل؟ لا. أنا التي أوجه السؤال. جاوب لي. ما عندنا مشكلة. ما عندك مشكلة. لا، ما في مشكلة. كلام خيالي شوية. طيب، صراحة أيضا الملاحظ في هذه القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية أنه في كل مرة هناك تغيير إداري. هذا لاحظناه في روسيا اليوم، لاحظناه في قناة الحرة الغائبة عنا، في قناة البي بي سي ناطقة باللغة العربية، أظن أيضا في قناة فرانس 24. هل هذا يعكس عدم وضوح رؤية أم فشل الطواقم القديمة في إيصال الصورة يعني الحقيقية لهذه الدول؟ فرانس 24 هو وضع خاص، كنا لأربع ساعات واعتبروا أنه لازم أولاً نوصل لعشر ساعات بسرعة، وطلبوا مني أترك القناة التلفزيون الفرنسية اللي كنت أعمل فيها حتى أستلم مش بس فرانس 24 كمان مونتي كارلو الدولية وأقربهم من الواحد من الآخر. سمحي لي بالسؤال سيدة نهيدة، يعني هل تحسين بأنه جاءوا بك لأنه من كانوا قبلك فشلوا في مهمتهم؟ من الصعب أن أقول أنهم فشلوا، لأن من الصعب أن يفشل شخص أو يعد أنه قد فشل إذا كان لديه أربع ساعات بث في اليوم، بينما القنوات الأخرى تبث 24 ساعة. لكن أعتقد أنها استراتيجية جديدة، لا أعتقد، أنا أكيد أنها استراتيجية جديدة بالنسبة للفرنسيين يريدون إعطاء اللغة العربية أهمية وأولوية في سياساتهم الإعلامية. سأشرك بعض الطلبة من جامعات الإمارات، ولكن قبل ذلك أود أن أسأل نفس السؤال لسيد كليتون. هناك تغييرات إدارية في الجزيرة إنجليش، لماذا كل مرة؟ هل هناك عدم رضا من قبل المسؤولين على صورة العرب في هذه المحطة التي تطلقونها للغرب؟ That's a fair point. There has been quite a bit of turnover, but I think when you look at the magnitude and the enormity of setting up a channel, the first thing that had to come to the people behind the hiring's mind was who can physically get television up and running, who can infrastructure, who can produce output teams, who can physically technically do news. And in that rush to build, I think there was the phase of starting up the company, and then there was the phase of taking it from startup to now we're in existence, let's take it to the next level.
And I think in any corporate environment, there's always a team that starts up the company, gets it up off the ground, gets it running, gets it operating, and then there's a transition to a second phase team. I came in the middle of that, so I'm not best qualified to speak on that. But everyone I've worked with has been, I'm not going to give you a line. It's everyone that I've worked with has been enormously talented, and no less because I said earlier, the diversity of backgrounds from all different passports, all different walks of life, and everyone around a common theme and a common vision of setting the news agenda. شكراً جزيلاً لك ليتون سويشر. أنا أود إشراك بعض الطلبة بالتأكيد يودون توجيه أسئلة لممثلي هذه القنوات. تفضل عرف باسمك لو سمحت. أهلاً خليفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خليفة محمد رميثي، طالب في كلية التقنية، أدرس إعلام. طبعاً السؤال موجه لأستاذ نخل الحاج. الحين المعروف أن قناة الجزيرة تغطي عالمياً، وأنتوا قناة العربية مغطين الناحية العربية. عندكم فكرة أنكم بتكملون أنكم تغطون العالم بأسرة؟ تفضل باختصار سيد نخلة. لا، نحن بنغطي العالم بأسره باللغة العربية، وتركيزنا بالتحديد على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخليج وبعدين منطقة الشرق الأوسط ومن ثم منطقة شمال أفريقيا. أما إذا كان السؤال عن إذا كان عند العربية نية بإنشاء قناة باللغة الإنجليزية، فبالتأكيد لا، لأنه العربية قناة باللغة الإنجليزية هي تبديد للأموال، والعربية ليست في وضع يسمح لها بتبديد أموال. سؤال آخر من أحد الطلبة، تفضل. جعفر أحمد من جامعة سوربون الفرنسية. سؤالي موجه إلى ممثلة فرانس 24. يعني ما هو تأثير لغة الرسالة على الرأي العام العربي وخاصة المغاربي، مع الأخذ باعتبار مصدر الرسالة وعلاقتها علاقة هذه المنطقة مع فرنسا تاريخيا؟ ما فهمت السؤال أولك. يعني ما هو تأثير لغة الرسالة، يعني اللي هي عربية، على الرأي العام العربي وبالأخص المغاربي، لأنه فرانس 24 يعني على بصفة عامة موجهة إلى الشعب المغاربي، يعني مع الأخذ بالاعتبار مصدر الرسالة اللي هو غالبا فرنسيا، يعني وعلاقة هذه المنطقة مع فرنسا تاريخيا؟ بس نتوجه إلى المغرب العربي، لكن أكيد لنا صلة بالمغرب العربي قوية جدا، ونحن نقدم للمغاربة الذين يتكلمون العربية برامج وأخبار محضرة بالطريقة الفرنسية. يعني مثلما المغاربة الذين يفهمون الفرنسية يشاهدون الكثير من القنوات الفرنسية، نحن نقدم لهؤلاء الذين لا يتكلمون الفرنسية تلفزيون فرنسي ببرامجه، خلاله نتكلم أيضا الكثير عن الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الاجتماعية، وأوضاع حقوق الإنسان كذلك في المغرب العربي. فهذا ما أعتقد يسمح لنا أن نقدم للمغاربة ما يهتمون به بشكل مستقل، من غير كما قلت من قبل برنامج سياسي ضد أو مع أي نظام. شكراً لك. نهيدا نكاد. معنا شخص آخر يود المشاركة. السلام عليكم. فايز صباغ، رئيس مجموعة سبيستون الأطفال. نحن مجموعة حياة موجهة في العالم العربي، عندنا 3 محطات. أنا أتكلم اليوم كمواطن عربي. اليوم مواطن عربي حياة بسيط جداً وذكي جداً، فنتيجة ذكائه فهو بيميز بين الصح والغلط، بين المحطة المنيحة والمحطة الرديئة، بغض النظر عن الأجندة الموجودة. بس اليوم في شيء اسمه اقتصاد. نحن اليوم ما عم نفكر إنه القنوات الآن الموجودة بين إيدينا اللي عم نتحدث معهم، ما فتحنا بدأت الموضوع الحركة الاقتصادية بالعالم، وين نحن موجودين وشو منشكل، وكيف ما حنسميه الغزو الثقافي بقدر ما نسميه الغزو الاقتصادي. اليوم بأي مجتمع يقيم حجم الاقتصاد، بيقيم قضية أساسية إنه نمو الفرد في المجتمع والأمور هي. بعتقد نحن اليوم عم نواجه إذا ما القنوات العربية
بتحسن من أداء الحكومة أو البرايفت، الاقتصاد تبع البلد نفسه مهدد اليوم. لأن اليوم الأقنية اللي هم موجودة بين إيدينا هي أقنية تابعة لكبرى الدول العالمية. صح اليوم نسبة المشاهدة ضئيلة، بس نحن عم نحكي على long term business. We don't talk about short term business. فهن اليوم موجودين مو فقط أجندة سياسية كما نحن دائما بنعتبر، لأن الاقتصاد أساسي، وهن بعتبر إنه بجوز في المستقبل يتحسنوا المشاهدة ليكون عندهم نسبة اقتصاد ترتفع كبيع البرودكت تبعهم. شكرا. شكرا جزيلا لك. أنا أود أن أفتح نقاش عن مصداقية الخبر في العالم العربي مع اختلاف أجندة كل قناة حسب الدولة المنتمية لها. يعني مثلا أعطي مثال، يعني في القنوات العربية هناك مشكلة فيما يخص المصطلحات. القناة العربية تسمي يعني من يسقطون قتلى في مثلا العالم العربي نتيجة الحرب في العراق أو في فلسطين وإسرائيل بأنهم قتلى، بينما الجزيرة تصفهم بالشهداء. يعني ألا يلتبس على المشاهد العربي سيد نخل الحج الأمر؟ أعتقد أن المشاهد العربي يرى في التسميات إذا كانت أوصافاً موقفاً سياسياً. طبعاً أنا هنا تسمح لي فقط أفتح قوسين، هذا طبعاً ينسحب على تغطية غزة، تغطية حرب تموز، تغطية حرب العراق. يعني نعم. شفنا اختلاف في وجهات نظر بين كل قناة وقناة. نعم، يعني فيما يتعلق بقناة العربية نحن نستخدم التعبير المهنية ولا نستخدم أي أوصاف أبداً على الإطلاق. وأنت مثلاً عندما حاولت أن تعبر عن الموضوع قلت سقوط قتلى، لم تقولي شهداء، وتلك وهذه اللفظة هي بالتحديد التي نستخدمها. ولكن في بعض المحطات الأخرى قد تعتقد أنها بهذا الأسلوب قد تبدي تعاطفاً بشكل أو بآخر مع المشاهد. ليست من مهمتنا إبداء التعاطف، وليست من مهمتنا كإعلاميين إطلاق كلمة شهداء على من يسقطون هي تعاطف. ليست من مهمتنا إطلاق كلمة شهداء ولا أي وصف آخر سواء كان سلبيا أو إيجابيا. هذا جزء من الاحتراف المهني. وأنا أحتار لماذا افتراضا الجزيرة باللغة العربية تستخدم كلمة شهداء وباللغة الإنجليزية لا تستخدم كلمة شهداء. فإذا كانت القناة لها سياسة معينة أو قناعة معينة ولكنها تخاطب جمهورين مختلفين وتخاطب كل جمهور باللغة التي يود الاستماع لها. نحن في العربية نخاطب الجمهور هل تشير ضمنا إلى قناة العالم مثلا؟ التي طبعا هناك من يقول بأنها ليس ضمنا تقف إلى جانب حماس في الصراع مع فتح وتقف إلى جانب حزب الله في الصراعات الداخلية. لا نقف مع أحد ضد أحد. نحن لنا موقف واضح حيال الكيان الصهيوني فقط. ما تبقى لنا جلسات حوار معهم، نسعى للحوار معهم. طيب. أما في موضوع المواطنين الذين يسقطون جراء الاعتداءات الإسرائيلية فهم بالتأكيد شهداء هذه الأمة على الغطرسة والعدوان الصهيوني. أما من يسقط داخل خلافات بينية فهم قتلى أو ضحايا. فلتكونوا موضوعيين أساساً ما تقولون قتلى. نعم، فلتكونوا موضوعيين حتى لا الموضوعية هي أن نعرف ماذا. طيب. يكون هذا الشخص، هل هو شهيد؟ هل هو شهيد في مواجهة عدو صهيوني أم هو قتيل جراء حادث سير؟ تفضل. مايكروفون بليز. حادث سير. بسوريا في واحد شهيد حادث سير. تفضلي. سأعود إليك. طالبة في جامعة باريس السربون في أبوظبي إدارة أعمال ولغات. عندي سؤال اللي هو هل تنافس الجزيرة الإنجليزية القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية؟ شكرا. القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية مثل الناطقة بالإنجليزية تقصدين؟ أها، شكرا لك. I think in a healthy sense, yes, that's an excellent question. But what you could also look at in terms of how Al Jazeera competes is that we're covering things that the mainstream media, the traditional media, can't be bothered to cover. We're in all the war zones that Western journalists either are too scared to go to, or because of the economic recession, they don't have the funds to go there. So you'll find Al Jazeera English in Somalia, in Gaza, in Afghanistan, in Yemen,
and all the places, again, ignored or under-resourced by Western media. And so they look to us as the economist of world news. We find that we're watched widely in the Pentagon, in the State Department, in the White House. They downlink our website. Also, our website gets more than half of its 22 million monthly hits from American users. So we're starting now to get carried in the DC, Virginia, Maryland area, in New York. Other networks are approaching us to carry us in the US. That, plus some other anecdotals, for example, our fax machine, we continually receive a steady stream of resumes from people working at American networks now wanting to work for Al Jazeera. Again, the tide turning now that people see what it is, what our output is, and what we stand for journalistically. شكرا لك سيدي. يعني الوقت بدأ يداهمنا. أود أن أشرك سيد كريمر. هل تسمعني؟ سيد كريس كريمر. كريستيان كاب. هل سيد كريس كريمر موجود معنا؟ غير موجود لأنه هو كان CNN سابقا ويمثل رويتر وكنت أود أن أطرح عليه سؤال إذا كانت CNN من بعد هذا الحديث تتشجع إلى فتح قناة ناطقة باللغة العربية. هل من مشاركة أخرى؟ تفضل وعدتك بالحديث. مدير عام راديو دجلة في العراق. بالعودة إلى موضوع المصطلحات، حقيقة أعتقد أنه المحطات ذات الأجندة التجارية هي التي تهتم بالمصطلحات الموضوعية أكثر من المحطات التي يعني تسير وفق أجندة سياسية. عندما ننظر إلى الجزيرة العربية مثلا نجدها تفرق بين من يقتل في العراق وبين من يقتل في فلسطين. من يقتل في العراق لا يسمى شهيد بل هو قتيل. وعندما نسأل لماذا تفرقون بين القتيل في فلسطين والقتيل في العراق لا نأتي لا نجد جواب يعني مقنع حقيقة في هذه المسألة. فيما يخص المحطات التي تدعمها أجندات حكومية أو أموال حكومية حقيقة تذكرني بالنادلة في أوروبا الشرقية في زمن الشيوعية، سواء ابتسمت أو لم تبتسم سيأتيها الراتب في آخر الشهر. بينما في الدول الغربية لابد أن تكون يعني درجة الخدمة جيدة لأجل أن تحصل على راتب أفضل. فهذا مثل ربما يعني يعطينا فكرة عن وضع المحطات. وأعتقد أيضا أنه هذه الخدمة تدفعني أيضا إلى التساؤل، كم سيكون عمر فرانس 24؟ كم سيكون عمر روسيا اليوم؟ كم سيكون عمر المحطة الصينية؟ مع احترامي للسيد تشين لا أظن أنه هذه المحطة التي ولدت نتمنى لها التوفيق أنه يعني موفقة في أجندتها إذا كانت بالفعل تسعى إلى يعني توضيح حقيقة الصين، لأنه لا نعرف الكثير عن الصين عموما. خلي سيد تشين يرد عليك. هل كنت تستمع إلي سيد شين؟ نعم سمعت إلي. طيب رد منك. لا أعتقد أنكم لديكم قلق في لموقف الصين. فانتقادكم إلى فضل. أصدقاء جيدين. فقط. سيد نزاروف هو قال بأنه لا يعتقد بأنه عمر هذه القنوات سيكون طويل. القنوات الأجنبية ناطقة باللغة العربية. هذا رؤيته خاص بل يعني روسيا لا ما زالت ولا تزال وسنبقي على مساحة عالمية سياسية لقرون ولا أرى أي سبب لألا نجد نفسنا في شرق الأوسط. سيدة ناهدة أنا أود أن أسألك عن صراحة نقطة يعني تم تجاهلها. يعني أنت إعلامية فرنسية من أصل عربي، ربما هذا يعني يزيد على كاهلك مسؤولية كبيرة. كيف توازنين حين تطرحين قضايا تخص العالم العربي، قضية الشرق الأوسط والصراع فيها، كيف يعني توازنين بين كونك فرنسية ولكن ذات أصل عربي؟ أكيد أنه أحاول. يعني هل تؤثرين على قناة فرانس 24 بأصلك العربي في توجهات القناة صراحة؟ بمعلوماتي بمفهومي لما يجري في العالم العربي، بما يحدث في لبنان. أنا أعتقد أن صحفي إن كان لبناني أو إن كان مصري أو إن كان فرنسي، إذا كان صحفي أكيد عنده قلب وعنده شعور، لكن إذا استخدم هالشعور لفهم حقيقة وليس لمحاولة تأثير الخبر لمصلحة معينة فيكون عمل جهد حقيقي وعمل شغله مثل ما لازم يعمله. هلا اكيد انه
معرفة العالم العربي بتعطي كمان شيء مهم للقناة الفرنسية والإنجليزية بفرانس 24. يعني كوني أعرف العالم العربي أستطيع أن أعطي معلومات أو أعطي توجيهات لتغطية هذه فيما يخص الوضع في لبنان. فيما يخص الوضع في لبنان كونك لبنانية الأصل، يعني هل هذا يؤثر بحياتي؟ بحياتي غطيت لتي اف ان التلفزيون الفرنسي القناة الأولى 20 سنة. غطيت كل الحروب بما فيها الحروب اللبنانية، أصلي أو ديني أو فصلي، بحياته ما أثر طيب. على طريقة تغطيتي. لكن أحب أن باختصار سيدة نائدة، لم يبقى من الوقت إلا دقيقتين، أوضح شيء. وقت اللي قلت أنه نحن لا نحاول المنافسة الأقنية العربية الكبيرة، لا أقول أن نحن لا نريد منافسة أي قناة، وهذا يعني أننا لدينا تمويل حكومي، لكن نحن نبحث، ولدينا كذلك تمويل خاص من الدعايات. فلا أعتقد أن القنوات الحكومية تعني مثل ما كانت القنوات الاشتراكية بالزمنات أو بعض الوزارات في البلدان الاشتراكية العربية، حيث لا يعمل حدا أحد أي شيء وينتظر معاشه. شكرا لك سيدة ناهدة، وصلت الفكرة. يعني نفس السؤال ولكن أعكسه. سيدة كليتون، أنت أمريكي تعمل في قناة صحيح هي ناطقة باللغة الإنجليزية ولا تنتمي إلى دولة عربية، صراحة أي خلفية تطخى على رسالتك الإعلامية لدى حديثك عن قضايا العرب؟ Everyone who walks in the door to become an Al Jazeera journalist has one principle: finding the truth. And we have editors from all walks of life. Some are Arab, some are European, some are British. And to the extent that my scripts get looked at and they'll change, they'll say, Clayton, this word, no one uses it. That happens daily. Now, when it comes to, for example, telling a story with a perspective that the economic crisis in the United States, as an American journalist, I might be willing to go and stop in an upper middle class neighborhood and talk about how the people can no longer afford their Starbucks or their Gucci or their Prada purses because they're having trouble making their home payments. But someone will quickly remind me, if I were to do that, there's a lot of people in poverty in your country, Clayton. Shouldn't the story be focused on them? We constantly have a cross-examination of what it is we bring to the viewers. Because again, at the center of our story is the person, the individual, the poor, not the rich, not the wealthy, not the government elite. So to that extent, we're continually cross-examining our values, keeping each other in check between these 60 nationalities we have speaking all at once. وصلت فكرتك سيد كليتون، رد منك سيد نخلة الحج، وهذه ستكون كلمتك الأخيرة في هذه الجلسة. أنا أعتقد أنه أن يأتي التحدي من الدول الغربية تحديدا من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا فيما يتعلق بالإعلام، ولكن للأسف لم نرى أي نوع من التحدي. وكنت أنتظر من هذه الدول بدل أن تمارس عملا مثل الحكومات العربية بأن تدعم الإعلام والقنوات الإعلامية ولا تهتم كثيرا بنسبة المشاهدة، كنت أتمنى لو أنها نقلت إلينا ثقافة إعلام السوق، الإعلام الحر المستقل الذي يتمول من قدراته الذاتية ومن الإعلانات التجارية. هذا لم يحصل للأسف، كانت هناك فرصة وراحت. أتفرج على فرانس 24 وشوف إذا صحيح أو لا، عم نعطيك برامج متأثرة بال بسياسة أو أي شيء. ما فيني خليك تحكي هيك شيء. أنا لا أقول كل البرامج على كل القنوات متأثرة بسياسة فرنسية أو غير فرنسية، أنا لا أقول ذلك. أنا أقول كان من المنتظر من دول كبيرة كفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول ذات تاريخ حر ودول فيها فلسفة الاقتصاد الحر والاعتماد والإعلام المعتمد على الإعلانات الممول ذاتيا، أن تنقل إلينا تلك الثقافة عوضا عن أن تنقل إلينا مرة أخرى الإعلام الممول من قبل الحكومات. شكراً. وتعطي حجة للحكومات العربية من جديد للتدخل في الإعلام. الوقت تقريبا انتهى. سيد الموسوي، كلمة أخيرة. يعني أنتم متهمون
إلى حين أن تثبت براءتكم. تفضل في كلمة أخيرة بكل ما ذكرناه في سياق هذه الجلسة. يجب أن تفرحوا بأن هناك اهتمام عالمي واهتمام عربي بالعالم العربي وباللغة العربية. اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، فلا يستغرب أن يقوم من يقرأ القرآن بقراءة القرآن العربي والكلام العربي مع كل المسلمين. كلمة أخيرة منك سيد نزاروف. بالنسبة لكلامك كلام زميلي، أعتقد هناك شيء داخلي وخارجي. مثلا في غريكية قديمة كانت مساواة بين مواطنين غريك، وكانت هناك سليفري يعني. ونفس الشيء للغرب، هناك حرية معينة للمواطنين، وخارج هناك برنامج آخر. شكرا جزيلا لك سيد شين، حتى لا تقول أني أهملتك. تفضل. فأعتقد لكل يعني أي قناة، هو أنا لاحظ شخصيا دائما هناك تناقضات حتى الاشتباكات الشفوية بين القنوات في الدول العربية. فأنا أعتقد شخصيا القناة لازم أن تكون يعني بعيد عن هذه الاشتباكات الشفوية أو تناقضات، وتسعى إلى لكن هذا جزء من الاختلاف سيد شان. نعم، هذا جزء من الاختلاف، يعني الاختلافات الموجودة في عالمنا العربي. صح. ولكن القناة لازم تترك هذه الاشتباكات أو الشتائم حتى، ولتسعى إلى مبدأيها الخاص. شكرا جزيلا لكم الحضور الكريم وأيضا للضيوف الأعزاء. في النهاية يبقى أو تبقى الكلمة الأخيرة بالتأكيد للمشاهد، ليست لي ولا لكم. شكرا لك ألكسندر نازاروف، نائب مدير قناة روسيا اليوم، كليتون سويشر الصحفي في قناة الجزيرة إنجليش، نهيدا نكاد مديرة القسم العربي في فرانس 24 ومديرة إذاعة مونتي كارلو الدولية، عاطف المسوي المشرف على مكتب قناة العالم الإيرانية في بيروت، وأيضا نخل الحج مدير الأخبار والبرامج في قناة العربية، وفانجي شين مساعد المدير العام للقناة العربية الدولية بالتلفزيون الصيني المركزي سي تي في. أشكركم جزيل الشكر. أتمنى أن الجلسة ما كانت مملة لأن القاعة بدأت صراحة تفرغ. شكرا جزيلا لكم. شكرا أيضا للمشاهدين الذين يشاهدون عبر قناة أبو ظبي الأولى في برنامج مثير للجدل في هذه الحلقة الخاصة على هامش قمة أبو ظبي للإعلام. أشكركم مشاهدين، إلى اللقاء في حلقة جديدة. إلى اللقاء.